الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي، ألف مليون مبروك. كأس مصر الحقيقة كانت ليلة امبارح جميلة الحقيقة، في أسبوع واحد ليلتين كبار جدا، بطولة أفريقيا وكأس مصر. حاجة يعني أنا مش عايز أقول لكم إن الأهلاوية عايشين حالة يعني بقالنا كتير جدا مفتقدين. في البدايه طبعا بحب ابارك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. الحقيقه المجلس اللي خطط لكل اللي احنا شايفينه ده، والحقيقه اللي كان ليه دور كبير جدا ان احنا نشوف فريق قوي بالمنظر ده واللي يحصد البطولات، بنوجه له طبعا الشكر وبنقول له الف مليون مبروك، الف مليون مبروك. الجهاز الفني واللاعبين، من اصغر واحد شفنا امبارح عم حارس وهو قاعد يعني بيسجد شكر لله سبحانه وتعالى. الروح جميله، حاله جميله جدا جدا عملها المدير الفني موسيماني داخل الفريق. كل واحد ليه دوره، وكل واحد امبارح شارك وساهم في الفوز الجميل ده. الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، الدينامو اللي احنا دايما بنقول ان هو الممر دائما ابدا اللي بيعبر بيه النادي الاهلي الصعاب، وهو جمهور النادي الاهلي. وقلنا الكلام ده مرارا وتكرارا، لان صدقوني من غير جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي بيفقد كتير جدا من قوته، ولكن دائما ابدا النادي الاهلي في الصداره بجمهوره، وعمره ما فقد جمهوره في اي لحظه من اللحظات، بالعكس كان دايما جمهوره داعم ليه بشكل كبير جدا جدا جدا. ألف مليون مبروك محبين النادي الأهلي على مستوى العالم. انتوا عارفين النادي الأهلي دلوقتي بيقرب من ريال مدريد إن شاء الله، وبإذن الله هنتخطاه، لأن احنا لسه ده 20 سنة بس من القرن الجديد. بالمعدل ده النادي الأهلي هيبقى رقم واحد في العالم. لما بيقول النادي الأهلي أعظم نادي في الكون فهو مش شعار ولكن ده واقع. الحقيقة الجميل إن النادي الأهلي امبارح تمسك بالفوز حتى النهاية، وهي دي شخصية البطل اللي كنا مفتقدينها بقالنا فترة. النادي الأهلي مهما مر الماتش بيروح ويجي، ولكن متماسك وماسك أعصابه ورايح للمباراة حتى النهاية، وهم ماسكين أعصابهم اللاعبين لغاية ما حصلنا على الكأس حتى بعد ضربات الجزاء. الماتش ده أنا في الحقيقة فيه مكاسب كتير جدا، أهمها إن اللاعبين يتدربوا على الحمل العصبي الشديد في مباراة النهائية. صدقوني ماتش زي ده لا يقدر بمال، وإعداد جيد جدا للفريق ده واللاعبين دول. بدر بنون امبارح لعب مباراة واحدة خد بطولة، أكيد الكلام ده كله بيتحسب في التاريخ. الجميل بقى إن جماهير النادي الأهلي من امبارح على السوشيال ميديا عمالة تقول إيه؟ بتقول يلا نفكر في اللي جاي، مش عايزين نفرح قوي، خلينا نفكر في اللي جاي. وده الكلام اللي كابتن محمود الخطيب قاله من أسبوع في الجلسة مع اللاعبين، قال لهم قدرك إن أنت بتلعب في النادي الأهلي، قدرك إن أنت ما تفرحش كتير، فرحتك لا تتعدى ال 24 ساعة، بتقفل القديم، بتفكر في الجديد، بتخش على البطولة الجديدة عشان ترضي جماهيرك. الغريب ان الجمهور امبارح فهم الرسالة وبدأ يقول يا جماعة هنفكر في كأس السوبر الافريقي ونحاول نوصل للخماسية ان شاء الله السنة دي. الحقيقة بقالها يمكن 15 سنة على ما اعتقد لم تتحقق الخماسية في الفريق الاول لكرة القدم. خلينا نفرح، خلينا نبسط. الحقيقة يعني شعور انا حاسه بسعادة رهيبة، والكأس جنبي على الترابيزة. الحقيقة نفسي واتمنى ان شاء الله كاس السوبر الافريقي باذن الله البطوله اللي جايه، وجماهير النادي الاهلي تعيش الحاله دي كمان في كاس السوبر الافريقي. نروح لحلقتنا. حلقتنا زي ما عودناكم بتبقى نصين، النص الاول بيبقى فيه مجموعه من الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه ككل تهم جمهور النادي الاهلي وجمهور الرياضه في مصر، وتعليقنا على الاخبار دي. النص الثاني بيكون معانا ضيف بطل. الحقيقه ضيفنا النهارده له علاقه بكره السله. النادي الاهلي في السنين اللي فاتت حصل طفره كبيره في كره السله، وزي ما شفنا ان احنا الدرع العام للكره السله بناخده سيدات ورجال، وده يدل على القطاع كله بيشهد نهضه كبيره جدا. معانا احد المواهب، مواهب كره السله في النادي الاهلي يمكن في ال 20 سنه اللي فاتوا، ومدير فني الان ناشئات كره السله بالنادي الاهلي. هيكون معانا عمرو صابر في النص الثاني، او كابتن عمرو صابر في النص الثاني من حلقتنا. هنتكلم عن فرقته طبعا، وهنتكلم عن الانجاز اللي عمله وحصوله على بطوله الجمهوريه السنه اللي فاتت. هنتكلم ايضا عن فريق منتخب مصر للناشئات اللي بيلعب البطوله الافريقيه الان في استاد القاهره. هنتكلم عن كره السله بشكل عام. انتظروه ان شاء الله تبقى حلقه جيده لمحبي كره السله. الحقيقه في البدايه احنا دايما بنبتدي اخبار النادي الاهلي، وبعد كده بنروح للاخبار المحليه، وبعد كده العالميه. المره دي هنعكس شويه. الحقيقه في خبر استوقفنا كتير جدا وقعدنا نفكر فيه، ألا وهو عقود اللاعبين في الخارج. هناخد كرة السلة مثلا. كرة السلة دوري الام بي اي الامريكي لكرة السلة، زي ما انتم عارفين ان هو الدوري الاكبر والاشهر الحقيقة، وفيه يمكن اكثر من 50 فرقة بتشارك فيه. الحقيقة انا سمعت من يومين كده الاخبار، فريق لوس انجلوس ليكرز
بالمناسبة الفريق ده هو اللي خد البطولة السنة اللي فاتت. لوس أنجلوس ليكرز يمكن ما خدش البطولة من ساعة كوبي براين اللي توفاه الله السنة دي في حادث طيارة هليكوبتر. عمل طفرة كبيرة جدا في عقود اللاعبين، عقد مع 2-3 لعيبة جامدين بداية الموسم، نجح انه يتوج بالبطولة اللي فاتت. السنة دي كان عنده مشكلة في 2 لاعبين، من أكبر 2 لاعبين أو أهم 2 لاعبين عنده عقودهم خلصت. قالهم لبرون جيمس أحسن لاعب في الـ NBA وأحسن لاعب في العالم، وأنتوني ديفيدز اللاعب الآخر أو لاعب الارتكاز اللي بيلعب في ليكرز. الحقيقة أنا عايز أقول لكم المبالغ، ومش هتصدقوا شوية المبالغ اللي بتدفع، يعني يمكن تعدت كثير من الأحيان لعيبة كرة القدم. أنتوني ديفيدز اللاعب اللي في الصورة اللي فوق عمل عقد 5 سنوات ب 190 مليون دولار، احنا بنتكلم في مليارات الجنيهات. عندنا ليبرون جيمس عمل او مضى عقد ب 85 مليون دولار على سنتين. طب خلوني كده اقول لكم انتوني ديفيدز عقوده على الخمس سنين متقسمه ازاي. 32 مليون تقريبا، 33 مليون دولار في اول سنه، 36 تقريبا مليون دولار ثاني سنه، 38 مليون دولار السنه اللي بعديها، 40 مليون دولار السنه الرابعه، 43 مليون دولار في السنة الخامسة. رقم بيقرب من 3 مليار جنيه. خلي بالكوا ده مرتب الأساسي، احنا ما اتكلمناش عن العقود، ما اتكلمناش عن العقود اللي بيمدوها مع الشركات الكبيرة هناك. الحقيقة رقم كبير جدا جدا لو بالمقارنة بلاعبي الباسكت على مستوى العالم. الحقيقة الأرقام دي بتعدي بمراحل، مش كده بس، ده حتى لاعبة الكورة في أوقات كتيرة جدا الأرقام دي بتعدي. طيب هنشوف ليبرون جيمس. ليبرون جيمس مضى 85 مليون جنيه، هنشوف كده العقد كام، يمكن دولار، انا اسف دولار جنيه ايه. احنا هنقول في السنه اللي هو 2021 اللي هي السنه دي 39 مليون دولار، 21-22 41 مليون دولار، وحطوا اوبشن في العقد انه ممكن يجدد معاهم ل 22-23 ب 44.5 مليون دولار. طب خليني اقول لكم حاجه، انه ليبرون جيمس هيكون مخلص عقده مع الفرقه دي وعنده 38 سنه. مش كده بس، انتوا شايفين الارقام دي، والاتحاد اللعبه هناك او الجمعيه المنظمه اللعبه عامله كنترول او عامله تحكم في عقود اللاعبين. خليني اقول لكم الراتب ليس مفتوح السقف في الـ NBA، هناك سقف محدد للرواتب حسب عدد السنين اللي بيلعبها اللاعب في البطوله وحسب انجازاته الفرديه، لعيب هداف، لعيب احسن ريباوندر، يعني الانجازات الفرديه. وهناك هوامش بتبقى بسيطه للزياده، لان لو فتحوا الموضوع، لو الموضوع اتفتح عرض وطلب في الام بي اي في امريكا، الارقام هتعدي 100 مليون دولار، وده رقم مش هتقدر عليه الانديه، هم عايزين يضمنوا دايما الانديه هتفضل في المنافسه. وقالوا انه كمان اللاعبين، لكن مع تزايد العوائد والارباح، كل سنه بيبقى فيه عوائد وارباح بتحصل، بيزودوا العقود ولكن بنسبه معينه. وده اللي خلانا شفنا من فتره مهندس محمد عبد الطالب نائب رئيس اتحاد السله قال ان احنا بندرس ان احنا نحط شويه قيود لعقود لعيب السله. الحقيقه شفنا الفتره اللي فاتت العقود نطت جامد. انا بس جبت لكم الخبر ده ليه؟ عشان اقول لكم ان الرياضه بقت صناعه، مش بس كره القدم هي اللي بتجني ثمار الصناعه دي، ولكن الالعاب الاخرى، كره السله اهو، ولو كلمتكم لو ممكن نعمل حلقه تانية عن التنس، ممكن نعمل حلقه عن الملاكمه، ممكن نعمل حلقه عن الجولف. انا عايز اقول لكم ان الموضوع ده بقى صناعه كبيره جدا، ولكن ازاي نقدر نستثمر لعبتنا ونجومنا ان احنا نوصل بالعقود. العقود بتدي انديكيشن او بتدي مؤشر عن الصناعه ناجحه ولا لا. ما انت لما تلاقي اللعيب بيعدي بالرقم ده اكيد النادي مش هيدفع، خاصه في دوله زي امريكا، الا لما يكون النادي بيكسب. هو دفع بس هيرجع يجني الثمار مكسب اللاعبين دول الحقيقه يعني. وكمان انا عايز اقول لكم كمان الظروف دي في كورونا، العقود دي في كورونا، ما بالك بقى العقود دي لو كانت اتجددت من سنتين قبل كورونا. انا عايز اقول لكم الارقام بتعدي واللاعبين ارقامهم بتعدي. ان شاء الله هنعمل لكم حلقات تانية ونقول لكم كمان اسعار لعيبه التنس والملاكمه، ونوريكم ان الالعاب الاخرى ما بقتش تقل اهميه ابدا عن كره القدم. نرجع لاخبارنا، نبتدي بالاخبار داخل جدران النادي الاهلي. كره اليد في الاول، يمكن فريق كره اليد للسيدات بقياده الكابتن يحيى يوسف بيفوزوا على المعادي في الدوري العام، بيفوزوا بنتيجه قد ايه؟ 31-11. الماتش كان اتلعب على صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره. الاهلي كده متصدر طبعا المجموعه، هي الدوري كله مجموعه واحده. كسب طبعا متصدر الدوري حتى الان منوف الرياضي، حلوان العام، شامبيون الرحاب، هلوليدو 6 اكتوبر، تيران الزمالك، الجزيره، هليوبليس، سبورتنج، مدينه نصر، الزهور، المعادي. كل الماتشات دي كسبناها الحمد لله. وعنده الماتش الجاي يوم السبت سموحه، ماتش مهم. الفرقه الحقيقه ماشيه كويس جدا، ربنا يكرمكم ان شاء الله. كابتن يحيى قافل على فرقته وشغال
بشكل جيد، ونتيجه نتائجها بتتكلم ان شاء الله. الدور اللي بعد كده اكيد هيبقى اقوى بكتير. هنروح لكره السله رجال. يمكن كان في توقف عشان منتخب مصر بيلعب اسكندريه، فوزنا في 3 ماتشات منتخب مصر. اللعيبه الدوليين اللي هم عمرو الجندي وعمر طارق وهاب امين رجعوا للفريق. الاهلي عمل مديتين، عمل وديه مع الطيران والزهور فاز بيهم، وده استعدادا لاستئناف دوري المرتبط. عايز اقول لكم ان اول مباراتين لينا في الاستئناف مباراتين نادي الزمالك في دور الثمانيه لمباراه او دوري المرتبط لكره السله. المباراتين هتلعبوا يوم 17 و19 الشهر الجاري. هترجع من التوقف على نفس الكلام اللي احنا بنقوله شهر ديسمبر اللي جاي، شهر ديسمبر الحالي، نفس الكلام اللي حصل مع كورونا. ايه اللي حصل؟ التوقف جه، رجعنا على ماتشات جامده جدا. ده نفس الوضع، في توقف عشان منتخب مصر، رجع على ماتشين الزمالك يوم 17 و19 في دوري المرتبط، والماتشين هتلعبوا في فريق قناه السويس بالاسماعيليه. هنروح لكره الطايره رجال. يمكن كابتن محمد مصلح حميد وفضل طبعا تمرين، وكان عمل ماتشين مع الداخليه والاتحاد الاسكندري. قال لك لا، انا هسافر اسكندريه اعمل ماتشين وديتين هناك. سافروا لعبوا الاسكندريه وسموحه، فزنا بالماتشين، ولكن ورجعوا تاني القاهره وبداوا يكملوا النهارده. عندهم اول تمرينه بعد العوده من اسكندريه. كابتن محمد مصلح حميدو بيسعى للتجانس الفرقه كلها، عشان انتوا عارفين ان الفرقه، وهنشوف دلوقتي تصريحات الكابتن محمد مصلح حميدو، الفرقه عباره عن 3 اجيال، فهو محتاج كل ده يدوب مع بعضه، لان صدقوني المنافسه في الكره الطائره رجال السنه الجايه مش سهله. وكابتن محمد مصلحي اكد على كلام اللي احنا بنقوله، ان هو بيسعى للانسجام بين لاعبي الطائره قبل انطلاق الموسم الجديد. كابتن محمد مصلحي المدير الفني الاول لرجال الكره الطائره، قال بعد ماتش الاتحاد السكندري اللي لعبناه اول امبارح وفزنا بيه 3-1، قال ان الفريق هيكمل تدريباته النهارده بشكل عادي بعد الرجوع من السفر، وقال ان الفريق قدم مستوى كويس خلال الماتشين اللي لعبهم في اسكندريه، وقدر الفريق يفوز خلالهم طبعا المباراتين فزنا فيهم، واستطاع ان هو يغير في التشكيلات ويطمن على فرقته. وكمان اكد انه يحاول يشارك اكبر عدد من اللاعبين، وده وضع طبيعي جدا لانه ماتش ودي. وقال كابتن ميدو ان هدفه في الماتشات دي زياده الانسجام زي ما قلنا، وانه المحترف الكندي طبعا رايموند اللي انضم للفريق محتاج طبعا ماتشات، لانه ما لعبش ولا ماتش، هيرجع لماتشات الدوري. فال4 ماتشات الحقيقه كانوا فرصه جيده جدا. وخليني اقول لكم معلومه احنا هنتكلم عنها باستفاضه في الاخبار المحليه. وزاره الشباب والرياضه امبارح قررت ان هي تلغي جميع الجامعات العموميه بحكم ان هي الاداره المركزيه لكل طبعا الانديه والهيئات الهيئات الرياضيه والشبابيه، قررت تاجيل طبعا عشان موضوع كورونا والموجه الثانيه، قررت تاجيل كل الجامعات العموميه لاجل غير مسمى. الاتحاد الطايره كان عنده جامعه عموميه يوم 11 ديسمبر، الجامعه العموميه دي كان هيجرى فيها الانتخابات لاختيار مجلس جديد. انا عايز اقول لكم ان خلاص ما بقاش في انتخابات، لان ما هي بتتعمل في جامعه عموميه، فخلاص اتلغت بناء على تعليمات وزاره الشباب والرياضه. طبعا اترحلت، فكده من غير انا ما اعرف اللجنه المؤقته بقياده الكابتن سامي حمدي مكمله معانا السنه الجايه. طبعا ما خلاص، مين اللي هيدير؟ هيعملوا اكستنشن للجنه. وبدليل كلامي ده انه كابتن سامي حمدي دعا الانديه انها تعمل القرعه لقرعه الدوري. انا هقول لكم الخبر ده بالتفصيل، بس انا بقول لكم ان وارد جدا الطايره اسبوعين ونلعب، فعشان كده كابتن محمد مصلح ميدو على طول غير البوصله وعمل ماتشات وديه. نروح للسكواش. انتوا عارفين عندنا 2 في السكواش في النادي الاهلي، يثرب عادل وعندنا مصطفى عسل. يثرب عادل طبعا دي صورتها، للاسف مش هتشارك في بطوله بلاك بول. ليه مش هتشارك؟ للاسف هي اصيبت بفيروس كورونا. البطوله كده فقدت 3 لاعبين مهمين، فقدت الشرباجي بعد اعتراضه على الحكام وقفوه فتره تقريبا شهر على ما اتذكر، ونور الطيب لاسباب اسريه، ويثرب عادل كمان مش هتشارك. خليني اقول لكم، الناس بتقول سكواش، طب خدوا دي السكواش او بطوله بلاك بول اللي جايه مجموع جوائزها 225,000 دولار. متخيلين الرقم؟ يعني رقم يعني نقول كده بيقرب من 3 وشوية مليون جنيه مجموع جوائزها. فالحقيقه السكواش ايضا عشان احنا الحمد لله متفوقين فيه، فابتدت يبقى فيه رعاه كتير جدا يشتركوا في هذه البطولات، وبداوا يدفعوا الفلوس اللي بتتاخد لتنظيم البطوله وكجوائز. الحقيقه البطوله هتبقى كويسه، هتبتدي البطوله بكره ان شاء الله، من بكره ل 12 ديسمبر السيدات، والرجال من 13 ل 18 ديسمبر. انا بدعو طبعا كل جماهير الرياضه المصريه تتابع البطوله دي وتتابع نتائجنا، نتائج او لاعبتنا المصريين. مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي اللي كنت بتكلم عنه من شويه بقى في المركز ال 14 على المستوى العالمي، وده احسن مركز حققه مصطفى عسل. مصطفى عسل عنده 19 سنه بالمناسبه، ما كملش 20 سنه. مصطفى عسل بيستعد طبعا بقوه. الحقيقه انا قابلته اول امبارح في النادي كان بيتمرن،
بيستعد القوه لبطوله بلاك بول، بطوله كويسه على ارض مصر، يمكن ممكن تخليه يعمل طفره كويسه في مستواه، كمان يخش في التوب 10. مصطفى انتوا عارفين لو تفتكروا فاز بالمركز الثالث في بطوله الاهرام اللي اتعملت في مصر ايضا من حوالي شهر وشهر ونص، وكان ضيفنا هو والده في احدى الحلقات. مصطفى عسل ان شاء الله نتوقع له، ربنا يحميه من الاصابه، هيكون رقم واحد في العالم. طيب هنروح لتنس الطاوله. تنس الطاوله زي ما احنا قلنا في النادي الاهلي برضو رجال وسيدات بيحصل فيهم طفره كبيره جدا، فوزنا ببطوله القاهره الفتره اللي فاتت. طبعا انا عايز اقول لكم بطوله القاهره دي مش بتبقى بس للمستويات او اللاعبين الكبار، ولكن بتبتدي من اعمار 12 سنه كمان زي ما احنا شايفين. كاميرا الابطال طبعا كانت مع ابطالنا في بطوله زي دي، خاصه ان في عدد كبير جدا من لاعبتنا بيشارك فيها، عملنا تغطيه خاصه للبطوله دي، وان شاء الله يعني عملنا اكبر لقاءات يمكن مع اللاعبين واللاعبات. خلينا نشوف التقرير او التغطيه الخاصه اللي عملناها دي وارجع لحضراتكم. الحمد لله طبعا قبل كل شيء بهدي طبعا فوز بطولة القاهرة وفوزنا بعشر كاسات، ودي حاجة طبعا احنا متعودين عليها، بس طبعا بهديها لجمهور النادي الاهلي وبهديها للكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي واعضاء مجلس الادارة. والحمد لله طبعا كانت المباراة ومباريات قوية قوي، لان البطولة دي اللي بيتأهل منها بيلعب بطولة الجمهورية، وطبعا حضرتك بطولة الجمهورية دي كله بيبقى مستعد ليها استعداد كامل على أساس فيها الحافز الرياضي. فالحمد لله أتمنى طبعا من اللعيبة والمدربين أن يوصلوا ونكسب بطولة الجمهورية ونقفلها زي بطولة القاهرة إن شاء الله. بطولة القاهرة فيها فرق كتير كويسة، النادي الاهلي كان معاه في المجموعه، كان معانا نادي المعادي ونادي الزهور، الحمد لله قدرنا احنا نتغلب عليهم 3-0. بعد كده لعبنا قبل النهائي مع واعدين وكسبنا برده الحمد لله 3-0، وصلنا للنهائي مع مدينه نصر ودي وكسبنا طبعا الحمد لله 3-0 وخدنا اول. دي دايما بطوله القاهره بتبقى استعداد لبطوله الجمهوريه، بيبقى يطلع بينها فرق تلعب بطوله الجمهوريه اللي هي البطوله بتبقى الاقوى، واحنا طبعا عندنا استعدادات تقريبا يوميه، يعني حتى في ايام في الاسبوع بنبقى يوم الجمعه غالبا بنبقى برضو اوقات كتير متواجدين، بيبقى التمرين كل يوم بنلعب من الساعه، بنيجي مثلا الساعه 3:30 او 4 بنقعد نتمرن لغايه الساعه 7 وساعات بعد كده. احنا لعبنا بطوله الجمهوريه اللي هي الحافز الرياضي واللي هي باسم النادي اللي النادي بيحاسب المدربين عليها، كانت 5 فرق في الثلاث فرق في المجموعه، بعد كده لعبنا الدور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل. كان عندنا ماتش النادي الزمالك، ده كان ماتش جامد جدا لان الزمالك برده فرقه مش قليله، فالحمد لله كسبنا الماتش ده 3-1، وعندنا لاعب يوسف عبد العزيز جاب ماتشين، وعندنا احمد البرابي جاب ماتش، والحمد لله قدرنا نتفوق عليهم 3-1. بعد كده لعبنا سبورتنج برده في الفاينل، وسبورتنج فيها لعيبه 21 سنه بس بيلعبوا دوري ممتاز فبيلعبوا رجال، برضه الحمد لله كسبناهم 3-1. بعد كده جينا لعبنا بطوله القاهره، كسبنا نادي المعادي الحمد لله، وكسبنا انبي، وكسبنا نادي الزهور، وكسبنا نادي صقر، فبرضه الحمد لله خدنا اول. دي تعتبر اول بطوله لينا في السيزون، واحنا اشتغلنا التمرين كان على مدار ساعتين 3 ساعات في اليوم. الحمد لله، وكانت الظروف صعبه، ظروف الكورونا والكلام دوت اللي احنا ماشيين فيها، والاجراءات ومواعيد التمرين وعدد القليل اللي كان موجود جوه الصاله، بس الحمد لله يعني قعدنا جهزنا للبطوله دي كويس جدا، لان البطوله دي هي المؤهله لبطوله الجمهوريه. احنا الحمد لله استعدنا كويس جدا في ماتشات بطوله الفرق، كنا عندنا معسكر الصبح وبالليل الفتره اللي فاتت موجود، اللعيبه متواجده على طول، بنتمرن من فترتين كمان ل3 فترات، بنتمرن مع الفرق الاكبر، ما بنستعدش بس لبطوله القاهره فرق، بنستعد للجمهوريه فرق كمان، فكان بطوله القاهره فرق ضمن البطولات اللي كنا بنستعد لها كويس عشان نحضر لبطوله الجمهوريه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها وناخد اول ان شاء الله باذن الله. البطوله كانت 12 و15 سنه، وكل الايفنتات 18 و21، والحمد لله كل الايفنتات بتاعت النادي خدنا اول، والبطوله كانت قويه جدا، كان فيها انديه كبيره، نادي انبي ونادي المعادي ومصر التامين،
والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق المركز الاول يعني الحمد لله. نستعد طبعا، احنا بقى لنا شهر بنتمرن فترتين، 3 ايام في الاسبوع بنتمرن فترتين الصبح وبعد الظهر عشان بطولة الجمهورية. بطولة القاهرة الحمد لله كسبناها، كل الماتشات كسبنا 3-0 وخدنا اول، وبنستعد بقى عندنا بطولة الجمهورية يوم الجمعة الجاية، دي الاهم بالنسبة لنا ومركزين والفرقة كلها مركزة، وان شاء الله ربنا يكرمنا يعني وهناخد اول زي السنة اللي فاتت. مبدئيا كنا بنتمرن كل يوم 4 ساعات تقريبا، كنا كلنا بنيجي وكان كله موجود علشان يركز للبطوله، والحمد لله خدنا اول. وبطوله الجمهوريه اللي جايه هي قريبه ان شاء الله باذن الله، منافسينا كتير بس ان شاء الله ناخد اول فيها. البطوله كانت قويه، كان معانا 3 نوادي، نادي وعدين القاهره والمعادي ونادي الزهور. الحمد لله كسبنا 3 ماتشات، اول ماتش كان مع نادي الوعدين كسبناه 3-0، تاني ماتش كان مع نادي الزهور كسبنا برضه 3-0، تالت ماتش كان مع نادي المعادي وكسبنا 3-0. بطوله الجمهوريه دايما بتبقى اصعب عشان زي ما بقول لك احنا دايما بنلعب المنافسين بتوعنا، في طبعا انديه سبورتنج ودمنهور الزمالك طبعا، دول اصعب منافسين طبعا لينا. هو احنا كنا بنتمرن فترتين ولحد دلوقتي لسه بنتمرن فترتين، واحده الصبح وواحده بالليل. والصبح كنا بنلعب كور كتير بقى وارسالات وتمارين بقى بنمشي ايدينا، وبرده بالليل كنا بنمشي برده ايدينا وبنلعب كور وفي شويه ارسالات وكده. الحمد لله مفيش اي ماتش كان صعب في البطوله عشان احنا كنا مستعدين قبلها بفتره يعني. احنا كنا في الفاينل لعبنا مدينه نصر والماتش ماشي سهل قوي الحمد لله، وكان 3-0، واحنا ان شاء الله نبقى جاهزين وناخد اول في بطوله ال 15 سنه الجمهوريه. احنا الحمد لله يعني حصدنا الذهب في بطوله القاهره. اصعب ماتش طبعا كان النهائي ضد نادي انبي، ان هم عندهم يعني لعيبه مصنفين كويسين، بس الحمد لله يعني احنا كنا مستعدين كويس للبطولة وقدرنا ان احنا نكسب الماتش 3-0. مستعدين كويس جدا للبطولة، واحنا حاطين هدف في دماغنا ان احنا ان شاء الله اول، واي فريق قدامنا يعني ان شاء الله هنكسبه، وفي منافس قوي اللي هو الزمالك بس احنا ان شاء الله كاسبينه، واحنا بقالنا 5 سنين ناخد اول، وان شاء الله الاول اللي بقى ده اسم النادي الاهلي، واحنا عارفين اسم النادي الاهلي اللي هو ياخد اول. بس في البطولة اصعب ماتش تقريبا كان ماتش انا وحنين، هو كان يعني ماتش صعب عشان كان الماتش الوحيد اللي اتلعب، كان خلص 3-2 وكده. اهلا بحضراتكم من جديد، بس انا عايز اعلق يعني شفنا طبعا احد اللاعبين الناشئين بيقول انا بقالي 5 سنين باخد اول، يعني عايز اقول لكم انه حته غرز المركز الاول في اللاعبين بتبتدي في النادي الاهلي منذ الصغر، وهو ده اللي بيميز النادي الاهلي، ان اللعيب ما بيقبلش غير بالمركز الاول، لو لعيب طلع واخد مركز تاني بيروح معيط لو لعب ناشئ، لان هو عايز دايما المركز الاول. هي كده كنت تبقى اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي انتهت، عندنا اخبار محليه مهمه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم اخبارنا المحليه. يمكن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد أكد أن بطولة العالم في معادها، بطولة العالم اللي هتقام إن شاء الله في القاهرة في شهر يناير القادم رقم 27 بمشاركة 32 فريق، أكد الدكتور حسن مصطفى أنها في معادها. وقال الدكتور حسن أن العالم كله تأثر بفيروس كورونا، ولكن الاتحاد الدولي اشتغل مع الحكومة المصرية على تنظيم البطولة، وأنهم متمسكين يلعبوها في معادها عشان يأكدوا أن الاتحاد والعالم كله قادر على إقامة البطولات في عصر الكورونا طبعا. وكمان قال انهم شكلوا فريق عمل متكامل علشان يتصدوا لفيروس كورونا، وده ضمن مسؤولين كتير من منظمه الصحه العالميه علشان يطمنوا على كافه الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها الدوله المصريه لطبعا لضمان ان البطوله دي تبقى مؤمنه صحيا جيدا. وفي اخر كلام وجه الشكر للحكومه المصريه ودكتور اشرف صبحي وزير الرياضه على كل اللي قدمه عشان البطوله تتنظم في ميعادها من 13 ل 31 يناير القادم. طبعا بنفكر حضراتكم ان منتخبنا دلوقتي معسكر في احد الفنادق بالقاهره وبيتمرن باستاد القاهره استعدادا لاول بطوله. بنفكركم كمان ان اول ماتش لفريق او المنتخب هيبقى مع تشيلي
ان شاء الله يوم 13 يناير هيبقى في الصاله رقم 1. وعايز اقول لكم كمان ان الوزاره بتدرس الحضور الجماهيري، وايضا هيبقى في اجراءات احترازيه في حضور الجماهير. الحقيقه الدوله المصريه يعني مستعده جيدا لهذا كاس العالم او بطوله العالم، لهذه بطوله العالم يعني. ونقول كمان انه تحديات صعبه واجهتها مصر، ولكن ان شاء الله قادرين على تجاوزها، وهتبقى بطوله كبيره جدا هنتابعها اكيد كل المصريين يعني، ونتمنى منتخبنا يحقق نتيجه جيده في بطوله العالم. طيب برضه خبرنا في كره اليد، تامر فكري هو رئيس لجنه الحكام، رئيس اللجنه العليا للحكام في اتحاد كره اليد الان، الاتحاد الدولي اختاره مراقبا فنيا في بطوله العالم 2021. ألف مبروك تامر فكري طبعا، أو كابتن تامر فكري. تامر فكري هيكون واحد من 14 مراقب فني في البطولة، ال 14 مقسمين 11 من أوروبا واثنين من أمريكا الجنوبية وواحد بس من أفريقيا، وهو تامر فكري. ألف مليون مبروك. والحقيقة دايما أو دائما أبدا اليد بيفاجئنا طبعا بكوادر، بيفاجئنا بشخصيات مصرية على رأسهم الدكتور حسن مصطفى. الحقيقة أنا بيعجبني جدا الدكتور حسن مصطفى لأنه شخص قوي عنده قدرة على تنفيذ كلامه ودؤوب، والحقيقة هو مثل اعلى لكثيرين في المجال الاداري، وهو اللي حط مصر على خريطه كره اليد. يمكن احنا ما كناش نسمع عن كره اليد من 25 سنه او 30 سنه لما هو مسك رئاس الاتحاد المصري، والحقيقه عمل طفره كبيره، وحتى الان كره اليد عايشه بالطفره اللي عملها الدكتور حسن مصطفى. حتى كره اليد العالميه عملهم كمان طفره الدكتور حسن مصطفى، اتعب من بعده. طيب هنروح على برضه كره اليد. يمكن خلاص الدوري المحترفين اكتمل الثمان فرق اللي هيطلعوا للدور اللي بعد كده. خلينا اقول لكم انه الاهلي الزمالك طلع الجيش سبورتنج هيلبس الظهور الاولمبي الطيران، خلاص المرحله الثانيه هم الثمان فرق دول هتتلعب من 6 فبراير بعد كاس العالم بعد ما نخلص بطوله العالم. الحقيقه ثمان فرق زي ما انتم شايفين، ده النسخه الجديده انه الاتحاد اليد قال لك انا هاخد الثمان فرق الكبار. طب قلنا قبل كده ليه 8؟ لان حتى الاتحاد الدولي ماشي بهذا الشكل بياخد الثمانيه الكبار. ده حتى في بطوله في كره اليد اسمها الثمانيه العظماء، فرقم 8 ده الحقيقه اتحاد اليد ماشي بنسخه مصغره، الاتحاد المصري كره اليد ماشي بالنسخه المصغره من الاتحاد الدولي عشان يحط اللعيبه في نفس المود بتاع البطولات العالميه. طيب الخبر اللي كنا قلناه من فتره عن اتحاد كره اليد ان البطوله اسف اتحاد كره الطائره ان اتاجلت الانتخابات لاجل غير مسمى. كابتن سامح حمدي ولجنته المؤقته، وكابتن سامح كان ضيفنا من حوالي اسبوعين ثلاثه وكلمنا عن الانتخابات والاستعدادات، ولكن تعظيم سلام لقرار الدوله المصريه الدكتور اشرف صبحي اجل كل الجامعات العموميه لاجل غير مسمى. تعظيم سلام كابتن سامح حمدي فورا بدا يعدل من قراراته، دعا الفرق يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله هيكون فيه القرعه على بطوله او على الدوري العام القرعه بتاعته. خليني اقول لكم ان كان في ثلاث مرشحين كانوا نازلين، كابتن فؤاد عبد السلام، شريف شميرلي، عبد الحميد الوسيمي. طبعا كل ده اتعمل له هولد او طبعا اتعمل له تعليق لبعد استئناف الجامعات العموميه، ولكن خليني اقول لكم انه غالبا اغلب الجامعات العموميه خلصت بعد 30 اكتوبر، ما عادش في جامعات عموميه. يمكن قانون الرياده الجديد اداك لغايه 30 اكتوبر، ممكن تخش في نوفمبر، ولكن تقريبا كجامعات العموميه غالبيتها انتهت. ولكن الدوله المصريه رأت ذلك، وتعظيم سلام لقرارات الدوله المصريه. ويوم الاربعاء زي ما قلت لحضراتكم الساعه 4 عصرا هيروح مندوب لاتحاد الكره الطائره عشان يشوف. طبعا ده احتفال مؤمن زكريا كان بعد كاس كسبنا الدوري، انا اسف، بعد ما كسبنا الدوري بعد مباراه الزمالك اللي كانت تحصيل حاصل بعد فوزنا او استلمنا درع الدوري رسميا. كل الفرق هتروح يوم الاربعاء مقر الاتحاد عشان القرعه، وهتتعمل في المركز الصحفي باستاد القاهره. فريقنا هو حامل لقب طبعا بعد منافسه قويه مع الزمالك والجيش السنه اللي فاتت، والسنه دي صدقوني دوري الطايره مش هيبقى سهل، خاصه ان احنا كمان في خمس لاعبين مميزين جدا من عندنا راحوا اعاره بره، اكيد هيقووا فرق الدوري سواء بتروجيت او طلائع الجيش، هيبقوا اقوى كتير من السنه اللي فاتت. الحقيقه في خبر اسعدنا جدا جدا جدا، كريم درويش لاعب مصر في السكواش السابق واحد أساطرة هذه اللعبة، كسب انتخابات الاتحاد الدولي وفاز بمقعد نائب رئيس الاتحاد الدولي. أول يعني الحقيقة يعني 2020 يمكن أول مسؤول من مصر في الاسكواش يتقلد هذا المنصب. راح قابل على فكرة كريم درويش راح قابل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قبل الانتخابات وقبله بعد الانتخابات. خلينا أقول لكم معلومة مهمة جدا، الدكتور أشرف صبحي من أول ما مسك أو تولى ملف وزارة الشباب والرياضة وهو مهتم جدا بملف المصريين في او انتخابات المصريين
في المنظمات الدولية، لأن هو مؤمن بريادة مصر. والحقيقة كل سنة بيعمل اجتماع لكل ممثلين أو كل المصريين الممثلين مصر في الاتحادات الدولية ولجان الدولية. فلما عرف أن كريم نازل حصل لي طبعا كل الدعم، وتكللت هذه الجهود بفوز كريم درويش، بنقول له ألف مليون مبروك. كنا مفتقدين ده، ونتمنى إن شاء الله بعد 4 سنين، هو يفضل طبعا 4 سنين نائب الاتحاد الدولي، ليه 3 نواب هو نائب منهم. إن شاء الله نتمنى الدورة الجاية بإذن الله، الانتخابات الجاية، ينزل على منصب الرئيس، ومصر أهل لها. لأن الحقيقة مصر زي ما قلت في الإسكواش إحنا برازيل العالم زي الكرة بالظبط. كمان في خبر فرحنا كتير، الاتحادات المصرية أو الاتحادات عامة هدفها الأساسي هو نشر اللعبة. الحقيقة إحنا في خبر عن الريشة الطائرة، الاتحاد الريشة الطائرة بصدد إن هو يفتح منطقة جديدة في السويس. كل التحية لاتحاد الريشة. طيب على فكرة اتحاد الريشة إحنا يعني تصنيفنا جاي جدا على مستوى العالم، وكمان كان ما عندوش غير منطقة واحدة هي منطقة بني سويف. بدأ يبقى في أندية كتير تخش من السويس، زي مركز شباب الأربعين، مركز شباب عرب المعمل، مركز شباب سليم الحي، مركز شباب التوفيق، ونادي منتخب السويس. الأندية دي دخلت اللعبة عندها، أصبحت السويس ليها تقل في اللعبة دي. الاتحاد فورا راح عمل منطقة هناك، بقت منطقة بني سويف منطقة السويس. كل التحية وشابوه طبعا لاتحاد الريشة الطائرة، لأن الأساس، وهتلاقوا دايما كده في قانون الرياضة أو أي لائحة داخلية لأي اتحاد، هدفه الأساسي هو نشر اللعبة. ده نموذج للريشة الطائرة، انه عمل كده ونشر اللعبه وعمل منطقه جديده. نتمنى ان شاء الله الرياضه كل المصريين يمارسوا رياضه تحت مظله الاتحادات، بنبارك لهم على كده. وبكده الحقيقه هتبقى خلصنا اخبارنا المحليه، هنروح لاخبارنا العالميه. هنروح طبعا للان بي اي زي ما كنا قلنا في البدايه، ولكن في لاعب اسمه لاميلو بول. لاميلو بول ده لاعب من الدرافت. انتوا عارفين الان بي اي مش هو اكبر دوري هناك، في دوري بعديه بيبقى فيه درافتس، بيبقى فيه لعيبه اقل شويه بيلعبوا فيه، لما بيتالقوا بيطلعوا. لاميلو بول راح او مضى شارلوت هورنس. الفرقه دي فرقه كبيره جدا من اللعيبه، فيها لعيبه كبيره جدا، وصلت البلاي اوفس السنه اللي فاتت. مضى معاهم، واول تدريب ليه بعد ما انضم ليهم كان امبارح. الحقيقه طبعا عنده فرحه كبيره جدا. انا عايز اقول لكم اتمرن معاهم امبارح. الدوري الان بي اي هيستأنف في يوم 22 ديسمبر، يعني بعد 16 يوم. الحقيقه يعني احنا برضو حتى بنتابع اللعيبه الصغيرين، هنسمع عن اللعيب ده. خليكم فاكرين لاميلو بول بعد كام سنه هيبقى من اللعيبه الكبار جدا في الان بي اي، لان انت بتطلع من درافت الان بي اي ارقامك اللي بتتكلم. فالحقيقه ده كان خبر مهم معانا ان احنا نقوله. هنروح ايضا لكره السله، ولكن دوري كره السله الاوروبي. بايرن ميونخ الحقيقه استطاع انه النهارده يفوز او امبارح يفوز على خيمكي موسكو. الحقيقه الدوري الاوروبي زي ما قلت لحضراتكم 18 فرقه. بايرن ميونخ فاز في الجوله ال 12 على خيمكي موسكو 80-77. ماتش كان ماشي كلوز جدا جدا جدا. الحقيقه طبعا بايرن ميونخ في المركز الثالث حاليا، وهقول لكم بعد اللقطات دي ترتيب الدوري الاوروبي شكله ايه. انا عايز اقول لكم انه الدوري الاوروبي لكره السله دوري قوي جدا، 18 فريق زي ما قلت لحضراتكم بيلعبوا رايح جاي. كل فرق اوروبا بتلعب ماتشين في الدوري وماتش في بطوله اوروبا. خليني اقول لكم اول 5 أو 6 فرق في الدوري او الترتيب. سيسكا موسكو رقم 1 في الدوري الاوروبي، برشلونه، بايرن ميونخ اللي احنا شفنا لقطات ليه، ريال مدريد، باساكونيا، فالنسيا. يعني هتلاقي كل الدنيا رايحه ما بين اسبانيا واليونان وروسيا. الحقيقه الثلاث دول عندهم اقوى 3 دوريات في اوروبا، حتى فرقهم بتتصدر المشهد في الدوري الاوروبي. خلينا نروح لماتش ثاني في الدوري الاوروبي اتلعب لكره السله. ريال مدريد بيفوز على ليون الفرنسي، فاز بنتيجه 91-84. كل النتائج قريبه جدا جدا جدا.
الماتش ده كان في الجوله ال 12 زي ما قلنا لحضراتكم، كان الفريق الفرنسي متفوق لحد الربع الثالث، ولكن الاسبان نجحوا يسجلوا 30 نقطه في الربع الاخير، وده بيدل على ان الفتنس بتاع ليون ما كانش قادر يقف قدام الماكينه الاسبانيه. ما شاء الله الحقيقه وحوش بتلعب، يعني زي ما انتم شايفين قوه بدنيه جباره. طبعا برضو ما فيش جمهور زي ما احنا قلنا، بتبقى برضو في اجراءات احترازيه. وخلينا اقول لكم كمان انه يعني الدوري من قوته جذب شركات كبيره جدا انها تكون رعاه لهذا الدوري. هنروح لسباق السيارات، يمكن حصل طبعا اختبارات تجريبيه لاختبار او يعني لسباق برالي مونزا في ايطاليا، في اختبارات تجريبيه. يمكن الاسباني داني سوردو حقق اسرع زمن في الاختبار قبل الاخير من رالي مونزا، وبالنتيجه دي سوردو الاسباني في المركز الثاني في الترتيب العام بعد الفرنسي اوجيه، واللي في المركز الاول بفارق 20 ثانيه. 20 ثانيه ده رقم في السيارات كبير جدا جدا جدا. انا عايز اقول لكم ان رالي مونزا ده زي ما انتم شفتوا هو عباره عن ان انت بتسابق الزمن، يعني كل ما بتعمل ارقام احسن وبتبقى نتائجك احسن بتتصدر. وكده هيبقى فاضل في رالي مونزا ده مرحله واحده، يمكن الاقرب ليها هو طبعا اوجيه الفرنسي، ده هيبقى سابع لقب عالمي ليه. كده تكون انتهت اخبارنا، هنطلع لفاصل سريع عشان ارجع استقبل ضيفي معاكم الكابتن عمرو صابر نجم النادي الاهلي السابق لكره السله ومدير فني ناشئات كره السله الحالي بالنادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن عمرو صابر احد المواهب الكبيره في كره السله وابن النادي الاهلي ومدير فني انسات كرة السلة تحت 18 سنة واللي حصل على بطولة الجمهورية السنة اللي فاتت. أهلا بيك يا عمرو. أهلا بيك يا هيثم، متشرف بوجودي معاك يا حبيبي. وطبعا ألف مبروك، يعني لحقت لبطولتك السنة اللي فاتت طبعا أكيد. الحمد لله. وأكيد كأس مصر طبعا، دي حاجة يعني كبيرة جدا، ومستنيين التاني اللي بعديه. برافو عليك. وأنا لسه بقول إن حتى كل جمهور النادي الأهلي وكل عشاق النادي الأهلي مستنيين ماتش. إحنا طمعينا يا طبعا. إحنا طمعينا كده. قدرك النادي الأهلي. إحنا طمعينا كده، متربيين على كده على فكرة. طبعا. من ساعة ما دخلنا النادي وإحنا متربيين على كده. طبعا. طب كابتن عمرو، إحنا عملنا زي تقرير كده عن الفرقة وإنجازك السنة اللي فاتت بطولة الجمهورية واستعداداتها وبناتنا كمان المنضمين للمنتخب الحالي، نشوف التقييد ونرجع لبعض. أعزائي المشاهدين، عملنا تقرير لفريق 18 سنة الأنسات وأيضا لاعباتنا المنضمين للمنتخب، خلينا نشوف التقييد ورجع لحضراتكم تاني. منصات التتويج على الرغم من كونها المكان المفضل لنسور القلعة الحمراء في مختلف المنافسات بكافة مراحلها،
إلا أنها لم ولن تكون الغاية التي يسعى إليها أبطال النادي الأهلي، فرفع راية الوطن في المحافل الدولية بمثابة الغاية الأكبر والأعظم لكافة المنتسبين لنادي الوطنية منذ تأسيسه في العام 1907. ويعد فريق آنسات سلة الأهلي تحت 18 سنة أحد فرق النادي المتربعة على منصات التتويج في الموسم الماضي بالفوز ببطولة الجمهورية بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55-53 في المباراة النهائية في منتصف أغسطس الماضي، ومن قبلها الفوز على سموحة. وكان بطلات آنسات السلة نجحن في تحقيق الفوز في كافة المواجهات في منافسات الدور النهائي أمام كل من الزمالك وهليوبوليس والصيد والزهور على الترتيب. وما كان للفريق أن يحقق هذه النتائج المتميزة إلا بقيادة فنية متميزة للكابتن عمرو صابر أحد أبناء الأهلي المخلصين ومدرب الفريق، الذي قاد الفريق في الدور النهائي من بطولة الجمهورية بالعلامة الكاملة محققاً الفوز في كافة المباريات. تميز آنسات سلة الأهلي دفع الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات لاختيار 3 لاعبات في قائمة المنتخب الوطني المشارك في بطولة إفريقيا للناشئات المؤهلة لبطولة العالم، والتي يسير فيها فريق ناشئات السلة بخطى ثابتة نحو حلم التأهل لمونديال الناشئات. ونجح المنتخب الوطني بمشاركة ثلاثي الأهلي التوأم هاجر وهالة علي بالإضافة إلى آية الفقي في تحقيق الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 54-48 ليعدل مساره في البطولة بعد خسارة مباغتة أمام منتخب مالي. ويتطلع منتخب مصر للناشئات بقيادة المدير الفني شريف عزمي لبلوغ نهائيات كأس العالم في ظل العناصر المتميزة التي يضمها الفريق والدعم الفني والمعنوي الذي يقدمه الاتحاد المصري لكرة السلة والدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة التي استضافت البطولة في أحضان القاهرة، في رسالة مصرنا الغالية للعالم كله بقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في أصعب الظروف تزامناً مع تفشي فيروس كورونا. اهلا بحضراتكم من جديد. يا عمرو، يمكن ما شاء الله يعني فرقه كويسه وتعامل معاهم شغل. خلينا نبتدي معاك القصه من البدايه. السنه اللي فاتت توليت المسؤوليه، كانت ظروف صعبه، احكي لي بقى القصه. انا كنت ماسك فريق 16 سنه، حصل توقف والحصر بتاع كورونا والغلق. لما رجع تاني النشاط كابتن سيد صابر رئيس قطاع عرض عليا ان انا اكمل مع فريق 18 سنه لان المدرب الاساسي مشي، فكان فاضل 10 ايام هيثم على الماتشات منهم اجازه العيد. خبر ابيض، انت 4-5 تمارين مثلا؟ لا، احنا اتمرنا طبعا بتاع 8 وحدات صبح وبعد الظهر. اللعيبه ساعدتني جدا جدا. دخلنا اول ماتشين جامدين، وانا ما اعرفش الفرقه، خلي بالك، ولا الفرقه اللي هتلاعبني. لعبنا سبورتنج وسموحه، فوجئت مستوى الاولاد، روح غير طبيعيه. سيبنا اول ماتش فرق فوق ال 40 بونت ما شاء الله. تاني ماتش بلعب سموحه اللي هي المفروض اللي هي فرقه كسبانه الفرقه دي قبل كده، كسبناهم فرق كبير فوق ال 25 بونت. فابتديت انا ارتاح شويه، فابتديت اهتم بالتفاصيل بتاعه الاولاد اللي انا اشتغل عليها، لان انا ما كانش عندي وقت طبعا. انا لعبت الدور النهائي بعديها بثلاث ايام، تقول 10 ايام مثلا، ما بقى لعبت ماتشين وبعديها بثلاث ايام لعبت النهائي، الدور النهائي 6 ماتشات. اول ماتش الزمالك، الزمالك من احسن اجيال الفرقه دي، منهم ناس في المنتخب 3 لاعبات في المنتخب. لعبناهم، احنا السايز بتاعنا قصير جدا على الفرق، ابتدينا نشتغل على السايز بتاعنا ازاي اللي احنا نقدر نعمل له تطور وازاي نشتغل. فاهم حاجه كنت اللي انا اشتغل على الدفاعي يا هيثم. صحيح، لان انا اولا السايز مش هقدر استناك تحت الباسكت لان السايز بتاعي قليل، فغصب عني طبعا غصب لازم كنت العب بريس طول الوقت. حتى الزون بتاعي اللي هو دفاع المنطقه لازم يكون متقدم، مش هينفع ان انا استنى اللعيبه تحت، خصوصا في السن ده. بتلاقي في الفرق الثانيه شويطه ناس بتشوط عليه كمان، وفي ناس طوال كتير جدا. احنا استعنا على فكره بجانا الالفي
تحت 16 سنه لان هي طويله طويله وعملت لي حلول يعني جانا عملت لي حلول كتيره خصوصا في ماتش الزمالك كنا بنلعب البيفوت الاساسي بتاع منتخب مصر اللي هي يارا اسامه لعيبه كويسه لا عملت لي حلول كويسه جانا الالفي غير اللي انا اهم ميزه عندي في الفرقه السرعه انت اتلعبت عليها دي اللي انا قدرت ما بص هيثم الفرق بين المدرب والمدرب التفاصيل صحيح انت معاك ورق وهو معاه ورق انت بتشتغل على الورق دوت فانا الحمد لله اللي انا لقيته اللي انا عندي السرعه بيدافعوا بروح غير طبيعيه فده اللي خلاني ادافع واجري طب ست ماتشات كان اول مباراه الزمالك اول ماتش الزمالك بعد كده كان عندك مين هليوبليس هليوبليس الزهور الصيد اللي هو المفروض المنافس انا خلصت تقريبا البطوله في ماتش الصيد لان كسبت خلاص بقى خلصت هو كان اصعب ماتش بالنسبه لي كان سموحه لان الاولاد خلاص خدوا الفرحه بتاعه المكسب فالماتش كان متقفل لغايه 53 ثانيه كنت خسران باسكت الحمد لله طلعت 4 بونت 3 بونت هايل وهنتكلم بقى عن البطوله دي يا كابتن عمرو ولكن عايزين نتكلم بقى عن انعكاس البطوله دي مع المنتخب وتم اختيار اللعيبه ازاي بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل وهنكمل حوارنا مع الكابتن عمرو صابر خاصه ان احنا عندنا منتخب مصر السن ده بيلعب دلوقتي وعنده ماتشات مهمه 3 فرق ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع الكابتن عمرو صابر احد المواهب الكبيره في كره السله في النادي الاهلي وايضا المدير الفني لفريق 18 سنه انساد بالنادي الاهلي يمكن كابتن عمرو كنا بنتكلم قبل الفاصل عن البطوله اللي خدناها بطوله الجمهوريه وكانت بطوله صعبه ليك بس اكيد الجيل ده هو اللي بيلعب بطوله افريقيا دلوقتي حقيقه عندنا كام لعيبه مشاركه مع المنتخب كلمني عن تاثير البطوله دي لمنتخب مصر اللي بيلعب دلوقتي هي البطوله دي احنا معانا اربع لعيبه من احسن لعيبه مصر في التيم دوت هلا وهاجر علي ومعهم ايل في وحبيبه محمد اللي هي بيكو اولا هلا وهاجر من احسن بوينت جارد موجود بيلعبوا دفاع قوي جدا عندهم شوطه سرعه لعيب باسكت هم توأم مش كده كده توأم بيلعبوا نفس المركز بيلعبوا مركز بس انا اضطريت ان انا العبهم واحد بوينت جارد وواحد بوينت عادي او جارد عادي فلازم يكونوا موجودين في الملعب دول هالة وهاجر هالة وهاجر حبيبة محمد كمان هناك حبيبة بلي ميكر هايل بيسوق الملعب كويس قوي معهم آية الفقي بيلعب أربعة مركز أربعة لعيب قوي جدا جدا الريباوند كله بتاعه مع انه السايز بتاعه قليل الريباوند بتاعه كله الاستحواذ بتاع الكرة بتاعه تحت الباسكت يعني هي بتبقى تحت الباسكت انا ببقى مطمن جدا حتى لما بتشوط عليا طب كابتن عمرو يمكن دلوقتي عندنا في بطوله افريقيا اللي بتقام على الصاله الفرعيه باستاد القاهره اتكلمنا عنها اتكلمنا عن الفرق المشاركه حظوظ مصر للتاهل لكاس العالم وكم فرقه بيتاهلوا لكاس العالم احنا نتكلم بص هو فرقتين بيتاهلوا لكاس العالم احنا معانا ثلاث فرق احنا ومالي والسنغال يعني اللي جم ثلاث فرق واللي ثلاث فرق وهيتاهل اثنين طبعا مالي بقى لها اربع سنين مكتسحه هم فنيا او مهاريا هم مش عاليين قوي يا كابتن عزم هم اقوياء بدنيا احنا بالبلدي كده احنا دماغنا يعني بتفكر احسن منهم شويه فنيا احنا لا وبنفكر يعني احنا عندنا التفكير هم بيلعبوا بالقوه البدنيه يعني بيتميزوا بالقوه البدنيه احنا المفروض يعني انا مش عايز اتكلم في الناحيه الفنيه دي بتاعه المدير الفني كابتن شريف اللي هو استاذنا شريف عزمي طبعا انا بس في البدايه بقول لكابتن شريف عزمي طبعا المدير الفني الف سلامه استاذنا طبعا طبعا هو مدير فني فريق 18 سنه لاصابته بفيروس كورونا ان شاء الله يرجع سريعا باذن الله الف مليون سلامه عليك يا كابتن شريف انا اسف اتفضل يا كابتن الفرقه دي المفروض من شهر 9 في معسكر مع الكابتن شريف والدكتور مصطفى دود المفروض يعني هو الباسكت كله زي ما اتكلمنا انا وانت هو تفاصيل انت بتشتغل هي الفرقه المنافسه قدامك هي مالي طب النتائج عامله ايه يا كابتن يعني احنا طبعا خسرنا اول ماتش من فريق مالي فريق كبير جدا زي ما اتكلمت معاك 64 فريق بدني يعني مش فريق مهاري فريق بدني تاني ماتش لعبنا السنغال الحمد لله كسبنا فارق 6 بونت 54 48 فارق 6 بونت النهارده لعبنا مالي للاسف خسرنا بس خسرنا سكور اقل من المره اللي فاتت 68 55 ماتشنا الجاي مع السنغال ده اعتقد اللي هو الفيصل كابتن عمرو انت تفسر بايه امبارح احنا كنا متاخرين عن السنغال جامد
وعوضنا وقدرنا نكسب يعني 54 48. يمكن الماتش ده هو اللي قربنا او قد حقيقة. كبر حظوظنا في التأهل. ايه سبب ان احنا رجعنا لعبنا تحت الباسكت يا كابتن عصام؟ انا ما ينفعش العب سيستم مع فرقه اقوى مني، اقوى مني بدنيا مش اقوى مني مدنيا. هما مش هينفع العب سيستم، لازم كويك ست على طول، يعني جزء بسيط تو مان بلاي مع بعض، ثلاث لعيبه مع بعض. لكن اللي انا العب سيستم كامل مع الضغط دوت مع القوه الجسمانيه دي اعتقد هم هيفوزوا. احنا لعبنا تحت الباسكت، بنقل الكره، ابتدينا نقل الكره بسرعه، خرجنا من البريس بسهوله، نزلنا الكره تحت الباسكت، قدرنا نهدف. السكور بتاعنا في الماتش دوت اعتقد اعلى بكتير، 54 48. السكور اللي فات جبنا في حدود 30 بونت. لا النهارده احنا جبنا 68 نقطه كمان، ده احنا النهارده ما لا سوري 55 نقطه. هو السكور بتاعنا تقريبا يا كابتن تقريبا، بص يا كابتن عيسم، هو سكور فريق مالي في حدود حاجه 60. مالي فعلا 68 لعبت مع السنغال، هتلاقيها في حدود ودي صح، مالي بتجيب فوق 60 60 لا هي 65 بونت بكتير. ده الاتاك، يعني الاتاك بتاعه مش قوي. لكن لو تفرجت على الدفاع، الدفاع بتاعهم هو اللي قوي، هتلاقي مثلا السكور اللي داخل فيهم قليل، يمكن النهارده اول مره يخش فيهم 55 بونت. صح، احنا حطينا فعلا 36 بونت في الماتش. يا كابتن طب السنغال ومالي عملوا ايه؟ السنغال مالي كسبت السنغال فرق 30 بونت 61 37 برضه. يعني انا افهم ان احنا والسنغال احنا اقوى، احنا احسن جيل، الجيل الموجود ده. انا طبعا دربت فرقه ولعبت معظم اللعيبه اللي بتلعب فلا احنا فرقه قويه جدا، بس هو كل مدرب له طريقه او كل مدرب له وجهه نظر وتحترم. بس انا وجهه نظري لازم كان في حد من المدربين اللي هم شاركوا في البطوله بتاع 18 سنه ده يكون موجود، بلاش انا على انا قصدك ان هو عشان بيبقى حافظ حافظ لعيبه، على الاقل اراهم، ارى الملاعب، ارى الفرق كل فرد بيلعب ازاي غصب عنه، لان دي الكومبيتيشن او المنافسه بتاعته، اللي هو شاف كل اللعيبه شاف. لكن طبعا الجهاز ما فيهمش الا كابتن شريف عزمي طبعا والدكتور مصطفى عدود واثنين مش متذكر اساميهم للاسف، انا اسف جدا طبعا. لا كان لازم حد يخش من مدربين 18 سنه مع الجهاز دوت. طب يا كابتن شايف يعني فرصنا احنا نلعب السنغال بعد بكره ان شاء الله؟ يعني ايه فرصنا؟ يعني بتهيألي احنا كاسبين اهو فرق 6 بونت، شايف فرصنا ايه؟ احنا فرصنا عاليه جدا، انا من رايي يعني احنا لو كسبنا اي نتيجه نتاهل. لا لازم لو كسبنا اي نتيجه، لو حتى لو خسرنا اقل من 6 بونت نتاهل. يعني هم هياخدوا فرق سكور. فرق سكور لان هو راوند رايح جاي، ماتشين رايح جاي، فهياخدوا السكور. يعني افهم من كلامك يا كابتن ان احنا لغايه 5 بونت خسرانين 5 بونت نتاهل. شايف ده ممكن يحصل يا كابتن؟ احنا هنكسب، هنكسب كتير كمان ان شاء الله. البنات طبعا الرهبه راحت، خلي بالك في معظمهم سنهم يعني ما لعبش طبعا اول بطوله افريقيا في حياتهم. لا في ناس لعبت 16 سنه وبتاع. اعتقد يعني الماتش الجاي احنا هنكسب، هنكسب كتير، بس يعني بالطراوه يعني بالتاني ونشغل دماغنا كتير قوي، ولازم نلعب تحت الباسكت يا هيثم، ولازم ندافع من قدام شويه. الناس دي ما عندهمش مهارات فرديه عاليه، لو ضغطت حتى بلعيب واحد على اللي معاك كوره هتقدر يحصل لكم فيوز او يحصل له توتر، يحصل له زي ما حصل الماتش اللي فات. انت في الكوارتر الثالث ابتديت تطلع تتعادل، الماتش الكوارتر الرابع هم تعبوا بدوش التفكير بتاعهم او الاكسجين بالبلدي كده يوصل لدماغهم، فضغطت شويه ابتديت تعلق، رحت فاست بريك مع انك انت في ماتش مالي الاولاني ما رحتش فاست بريك، ما رحتش واحد على واحد، ما لعبتش واحد على واحد، كل واحد على واحد هم متفوقين عليك. خايفين شويه البنات؟ انا اعتقد خايفين، بس هو اول خمس دقايق المفروض تبقى خايف، المفروض طبعا يعني خلاص انت خدت الاحتكاك، عرفت ده بيلعبك ازاي، قوته ضعفه فين. انا شايف من رايي اللي احنا اقوى من مالي، بس مالي اقوى بدنيا. طب عمرو احنا النهارده او بكره مريحين، حلو احنا بكره مريحين حلو، بس بكره مالي والسنغال هيلعبوا بعض، واحنا بعد بكره لعب السنغال، شايف ده لمصلحتنا طبعا ان السنغال هتطلع هلكانه من الماتش؟ طبعا هو احنا اصلا كسبنا عشان كده، احنا مالي لعبت السنغال الساعه 8 خلاص الساعه 10 احنا لعبناهم الساعه 3 تاني يوم، فده اللي فادنا طبعا. عشان كده هم التاني يوم ما كملوش لغايه الرابع حصل عندهم دروب تمام، وده كان فايده احنا كنا مريحين تمام. فطبعا اللي عمل القرعه يعني اللي اختار كابتن شريف واذكياء جدا طبعا اللي هم اختاروا القرعه كده، اختاروا الماتش الجامد الاولاني صحيح، فطبعا يعني هم يحيي على الحاجه دي طبعا. طب كابتن عمرو احنا عايزين برضو نتكلم عن الشباب او الناشئين اللي بيلعبوا دلوقتي، لان انت عارف البطولتين بتعملوا في وقت واحد، بس خلينا نتكلم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل حوارنا حلقتنا النهارده كره سله، ولكن بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم حوارنا مع الكابتن عمرو صابر نجم مصر في كره السله واحد المواهب الكبيره ونجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير فني ناشئات تحت 18 سنه. عمرو، يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على فريق الشباب او فريق الناشئين لكره السله اللي بيتلعب برضو بطوله افريقيا في نفس الوقت مع الانسات. كلمنا عن المنتخب، كلمنا عن عدد الفرق المشاركه، حظوظنا ايه للتاهل؟ هو في اربع فرق، مصر، السنغال، مالي، غينيا. تمام. احنا لعبنا ماتشين، لعبنا غينيا كسبنا غينيا، لعبنا السنغال كسبنا السنغال. النهارده الساعه 8 المفروض كنا بنلعب مالي. مالي بالظبط دلوقتي المصنفه الاولانيه ديت على البطوله. انا عايز اقول لك ماتشنا مع مالي 46-41 لينا ما شاء الله دلوقتي. ما شاء الله. على فكره احنا اقوى جيل. انت قلت لي في الفصل هنكسب مالي ان شاء الله. ان شاء الله. احنا جيل قوي جدا يا عصام، الجيل قوي جدا ما شاء الله، ومحتاج دعم بعد كده حتى بعد البطوله. لازم نحافظ على القوام بتاع الفريق ده. عندنا كم واحد في الاهلي في المنتخب؟ في المنتخب ده عندنا مؤمن طارق خيري، عندنا مالك ياسر مفتوح رجع بالسلامه، عبد الله يعني تمام، بيلعب في الدرجه الاولى كمان مع كابتن اشرف توفيق، كان في محمود وليد بس مصاب، وكان في محمد حازم مصاب. لا فرقه. طب انت رايك، وشفنا مهاب ياسر كمان بيعمل مستوى، لا لعيب لسه بنتكلم ان انت في فصل، لا لعيب كويس جدا يعني وليه مستقبل كويس قوي. يعني اول ماتش جاب 40 بونت يا هيثم، 42 بونت. غير طبعا السكاوتنج، بيت السكاوتنج بتاعه مش معايا دلوقتي، بس هو عامل حاله كويسه قوي. ماتش تاني 31 بونت. لا انت جايب كام بونت يا هيثم؟ يعني احنا صحيح. احنا كفرقه جايبين، انت اول ماتش جايب 68 بونت، مهاب جايب 42. تاني ماتش جايب برده في حدود، احنا بنجيب 68 بونت في حدود 68 بونت. تاني ماتش جايب 31 بونت. صح، هو 75 وهو جايب 31. وده برده يرجع للكرداني، خلي بالك الكرداني اللي هو بيهيئ له الفرص دي. يعني برده المدير الفني، خلينا نقول مهاب في كامب الام بي اي دلوقتي في جنوب افريقيا، ما بين جنوب افريقيا وامريكا. ده فايده جدا، هو لعيب كويس كمهاريا، بس الكامب بتاع امريكا فايده بدنيا قوي يا عصام، موقفه على رجليه، حتى في بينه وبين اللعيبه الافارقه مفيش فرق، بيلعب عليهم حتى في الديفنس قوي جدا، فايده جدا. طب عمرو، اللي هيتاهل من الاربع فرق دول كام فرقه لكاس العالم؟ ان شاء الله اثنين. تتوقع مين؟ مصر تاخد البطوله باذن الله، ومعاهم غينيا، مع انهم انا عارف غينيا ملهاش تاريخ قوي. انت شفت مدرب غينيا؟ زيلكو طبعا. زيلكو ده مدربنا في منتخب مصر. لا كلنا متعلمين منه. زيلكو السربي كان بس لا ومنظر الفرقه كمان حلو قوي يا عزيز. هو بيدافع صربي، بيدافع والسيستم بتاعه حلو جدا. يعني انا اتفرجت على اول ماتش مع مصر، مع اني طبعا مصر بنشجعها، بس السيستم بتاعه هو لو عنده تو شوترز مثلا كان كسبان مصر على فكره، هيبقى ماتشنا معاه مناعي. يعني سيبك من السنغال بقى ومالي، مالي بقى لها اربع سنين كسبانه، والسنغال قوه وناس محترفين في برشلونه والدوري الاسباني. لا انا اعتقد هو معد فرقته كويس قوي، محفظهم كمان كويس قوي. بس مش غريب انه يمسك فريق الشباب، يعني هو كان ماسك منتخب مصر الكبير فتره من الفترات. بص هو عايز يعمل حاجه ليه، هو هو اول مره يشتغل بره يعني مصر في افريقيا. حتى هو بيتكلم بيقول لك التجربه ليه، بس هو حفظ خلاص التحكيم الافريقي واللعب الافريقي، فهو عايز يعمل طفره خصوصا مع فرقه غينيا. احنا انا وانت لعبنا فما كناش نسمع عن غينيا هيثم، فاكر؟ صحيح. فدلوقتي لا يعني هو هينافس، هو كسبان مالي وكسبان السنغال، هو خسر بس من مصر. وخليني اقول لك انه الاربع فرق بعد كده يعني الدور ده هنرتبهم من واحد لاربعه، هيبقى كروسات. التاهل هيبقى ازاي؟ هيبقى كروسات، اول هيلاعب رابع والثاني هيلاعب الثالث، والكسبانين يعني هيتاهلوا. تاني هيبقى اصعب ماتش الثاني والثالث، صح ولا رايك ايه؟ لا هو اصعب ماتش هيكون الاول والرابع. خلي بالك انت برضو كل فرقه لعبت ماتشين ثلاثه، ففرقه مالي مثلا في لعيبه ما لعبتش، يعني انا وانت كنا بنتكلم برضو في بالميكر عالي جدا ما لعبش. السنغال كان في لعيب جامد جدا مصاب ما لعبش. غينيا اول ماتش معانا كانت كسبانه فرق 19 بونت، السكور قاعد ينزل لغايه احنا الحمد لله ما كسبنا. الفرقه بتدافع بتكسب يا عصام. طب انت شايف الفريق ده يعني ان شاء الله يبقى نواه كويسه للمنتخب او لا؟ لازم نحافظ عليه ان شاء الله، لان في أكيد. كل العناصر ان شاء الله، في كل العناصر المدرب محتاجها. اكيد. عمرو انا استمتعت جدا بلقائك. ما شاء الله. انا عايز اقول لك بنتقابل في النادي كتير، بس اول مره نتكلم كده في الفنيات
قدام الساده المشاهدين. بس ما شاء الله دماغك كويسه جدا مترتبه كويس قوي حبيبي هيثم. بشكرك يا عمرو وكيل وشرفتني ومزيد من التوفيق ونشوفك ان شاء الله. يعني انا عايز اقول كلمه هيثم. اتفضل يا عمرو. اتفضل يا حبيبي. انا الفضل اللي انا فيه طبعا انا عايز الاثنين يعني في حياتي يعني ام الله يرحمها. الله يرحمها. ومعالي الوزير العمري فاروق. انا طبعا انا كلمته بعد البطوله واديته الجيل بتاعنا. هيثم انت خلي بالك الاهلي كان تاريخه قليل جدا في الباسكت. الجيل الذهبي اللي هو الجيل الذهبي في النادي الاهلي الناس ممكن ما تعرفش ان الراجل دوت كان ليه فضل جامد جدا على طبعا طبعا طبعا. فلا واجب لازم بالزبط. لازم واحنا طبعا اكيد بنضم صوتنا لصوتك يعني ان شاء الله. وهو عامل طفره خلي بالك في فريق الباسكت دلوقتي بنات ورجال. طبعا طبعا وده مش غريب على الوزير العمري فاروق. بشكرك يا عمرو شكرا جزيلا نورتني وشرفتني. اتشرفت. معلش الوقت عدى سريعا نفسي يبقى الوقت اطول من كده بس بشكرك شكرا. شكرا هيثم. شكرا اللي انت استضفتني. اعزائي المشاهدين هكذا انتهت حلقه الابطال النهارده. استنونا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم وحلقه جديده من الابطال. ولكن انتظروا بعد الفاصل الزميله سهام صالح والكابتن هاني رمزي والبيت الكبير وحاجات مفاجآت كتيره جدا جدا ولكن بعد الفاصل. شكرا جزيلا.